السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا متابعين الإسكولة، طلاب الصف الأول الثانوي، أبطال الكيمياء الماجيكو مستر محمد غنام. وصلنا خلاص هنا مع بعض للباب الثالث، وهناخد الفصل الأول منه والجزء الأول اللي بيتكلم على حاجة اسمها المحاليل والغرويات، وهنبدأ نعرف فروقات كتير ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها، زي هو إيه الفرق ما بين المركب والمخلوط؟ هل الاتنين واحد ولا مختلفين؟ لا ده كمان، هل اي مخلوط اقدر اسميه محلول ولا لا؟ ده برضو هنبدا ان احنا نعرفه مع بعض، وهنعرف امتى المخلوط يكون متجانس واقدر اسميه محلول، وامتى المخلوط يكون غير متجانس واقدر اسميه معلق. وهنتكلم على تصنيف المحاليل كلها، سواء كان على حسب طبيعه الحاله الفيزيائيه للمذيب او كان على حسب التشبع، سواء المحلول كان مشبع او غير مشبع او فوق مشبع. نبدا مع بعض نتكلم في اول حلقه النهارده وهي المحاليل والغرويات. لما نيجي نتكلم على المخاليط، عباره عن ايه المخاليط ديت؟ نخلي بالنا الكلمه دي، انا بقول مخاليط ما اقول محاليل عشان تفرق كتير قوي. هقول كده عندي ثلاث امثله ومن خلالهم هنقدر نعرف ايه الفرق اساسا بين المحلول والمخلوط. هفترض كده لو انا جبت ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم او اي ملح تاني زي وليكن كلوريد الكوبالت او السكر ودوبتهم كلهم في الميه، وهجيب كاس تاني مثلا هحط برضو فيه ملح الطعام او كلوريد الكوبالت بس هدوبه في الكيروسين في الجاز، او ان انا اجيب رمل واحطه في الماء. هجيب كاس ثالث هجيب لبن، ممكن اجيب لبن بودرة وادوب اللبن البودرة في المية، دم، ايروسولات، جل الشعر. وهنلاحظ كل واحد فيهم هيبقى شكله عامل ازاي. الكاس الاولاني عندي اللي هو رقم واحد دوت، اول ما ادوب الملح في المية هلاقي ان الذوبان بيحدث ويتكون عندي حاجة اسمها مخلوط متجانس، فبسميه في الحالة ديت محلول. يبقى اذا المخلوط يسمى محلول اذا كان متجانس. يعني ايه كلمة متجانس؟ يعني هو انت لما تدوب ملح في المية ويدوب ممكن تميز ما بين الاتنين؟ تقدر تقول لي فين الملح وفين المية؟ طب لو انت دقت كل جزء من اجزاء الكاس اللي معاك دوت، هيبقى الطعم مختلف ولا هو هو؟ تمام، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه او بنسميه عملية التجانس. طيب الكاس التاني اللي موجود عندي دوت، لا مش هيحصل ذوبان، فبالتالي انا اقدر اميز كل مكون عن الاخر، اقدر اميز الملح عن الجاز، اقدر اميز الرمل عن المية، ومش هيدخلوا في بعض ولا يدوبوا، فالمخلوط ده غير متجانس فبسميه معلق. الجزيئات ما بتدوبش عندي، بتتعلق، ممكن تترسب في الاخر. طب اللبن البودرة لما ادوبه في المية، او الدم اللي هو عبارة عن كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دموية كلها موجودة في البلازما، هل بيحصل في الكاس ده ذوبان زي ما حصل هنا؟ لا. طب هل بيحصل ترسيب زي ما حصل هنا؟ لا. بس هو يجمع صفات مشتركة بين المحلول والمعلق، لا يمكن تمييزه بالعين المجردة ولكن يمكن تمييزه باستخدام الميكروسكوب فيسمى بالغروي. يبقى المخاليط ثلاث أنواع، منها المتجانس وهو المحلول، ومنها غير المتجانس وهو المعلق، ومنها ما يجمع صفات مشتركة ما بين الاثنين فيسمى غروي. نبدأ بالأول عندنا وهو المحلول الحقيقي. لما أجي أعرف المحلول بقول هو مخلوط متجانس بين مادتين أو أكتر، ويتكون المحلول من مذيب ومذاب. المذيب هو الذي يوجد بنسبة أكبر، والمذاب الذي يوجد بنسبة أقل. يعني لما أجي أدوب سكر في المية يبقى السكر هو المذاب والمية هي المذيب. السكر موجود بنسبة أقل والمية موجودة بنسبة أكتر. طيب جميل،
هو المحلول دوت مهم قوي ان انا اعمل محاليل؟ اه طبعا، المحاليل بتكون اساسا لما اجي ابص على اهميتها هي ضروريه في العمليات الحيويه اللي بتحصل في الكائنات الحيه، زي عمليه الهضم وامتصاص الطعام مثلا، لازم تكون في صوره محاليل. اساسا بتكون شرط لحدوث كثير من التفاعلات الكيميائيه زي تفاعلات الترسيب وتفاعلات التعادل، لازم تكون موجوده عندي في صوره محاليل اللي بنكتبها بعد كده معادله ايونيه. قال لي طب حلو قوي اللي احنا لسه قايلينه من شويه، اللي ما يؤكد التجانس داخل المحلول. لو احنا مسكنا اي عينتين من نفس المحلول وعملنا لهم عمليه تحليل، هلاقيها انها بتحتوي على نفس المواد بنفس الكميات، وده كمان دليل لما نيجي نتكلم على هات محلول سكري بيكون نفس درجة المذاق الحلو في أي جزء من أجزائه، وده بيدل على التجانس داخل المحلول. طيب ما هي أنواع المحاليل؟ علشان أعمل عملية تصنيف للمحاليل فبعمل لها تصنيف على أساس. فأول تصنيف عندي أنا بصنف المحاليل تبعا للحالة الفيزيائية للمذيب. يعني ايه؟ يعني لو المحلول او المذيب غازي فاسمي المحلول غازي، لو المذيب سائل يبقى المحلول سائل، لو المذيب صلب يبقى المحلول صلب. يبقى اذا تبعا للحالة الفيزيائية للمذيب انا عندي ثلاث انواع من المحاليل، محاليل غازية وسائلة وصلبة. واتفقنا ان اي محلول هو عبارة عن مذيب ومذاب. اذا كان المحلول غازي يبقى اذا المذيب غازي. علل، المحلول الفلاني هو محلول سائل يبقى لان المذيب سائل، المحلول صلب يبقى لان المذيب صلب، لان التصنيف هنا كان على اساس الحالة الفيزيائية للمذيب. طب انا عايز اشوف امثلة. يعني ايه؟ يعني اذا كان المذيب غاز يبقى المذاب عندي لازم يكون غاز. طب لما اجي ادوب غاز في غاز زي ايه؟ زي عندي مثلا الهواء الجوي، هي عبارة عن مجموعة من الغازات دايبة مع بعض، اكسجين في نيتروجين في هيدروجين ثاني اكسيد الكربون كله. الغاز الطبيعي، ما اصل الغاز الطبيعي ده عبارة عن غاز ميثان وايثان بروبان بيوتان كلهم دايبين في بعض. بخار الماء في الهواء، ايه ده، هو بخار الماء بيدوب يا مستر في الهواء؟ طبعا. طب الدليل كده اللي انت بتتكلم بتطلع من بقك بخار ميه بتشوفه؟ لا، لانه بيبقى دايب. طب ازاي لما يكون في البرد بشوفه ابيض؟ لا، ده في البرد علشان بيحصل له عمليه تكثيف. لكن تعالى كده مش في البرد على اي ازاز وابدا انفخ فيه كده هتلاقيه عامل ميه اتكثف عليه، يبقى انت في كان عندك هنا بخار ميه. طب المحاليل السائله ممكن يكون عندي سائل او غاز في سائل وسائل في سائل وصلب في سائل. نبدا الاولانيه هنا، غاز في سائل زي ايه؟ غاز في سائل زي المشروبات الغازيه. ما تيجي تفتح كده ازازه اي حاجه ساقعه تلاقي طالع منها ستيم، الغاز، غاز ثاني اكسيد الكربون. الاكسجين الذائب في الميه، ايه ده، هو الاكسجين بيدوب في الميه؟ امال لا مؤاخذه، معلش، الاسماك بتتنفس ازاي تحت الميه؟ ما هو الاكسجين اللي بيدوب فيها، عشان كده البحر بيكون فيه موج. ايوه، ربنا سبحانه وتعالى عمل الموج اللي موجود في البحر ده عشان يقلب الهواء ويبدا الكائنات تتنفس. طب ما هو النيل يا مستر ما بيكونش فيه موج. ايوه، ما هو فيه برضه نباتات موجوده بتعمل عمليه بناء ضوئي وتطلع هي كمان الاكسجين. يبقى اذا المشروبات الغازيه هي من المحاليل السائله لان المذيب سائل وهي من النوع غاز في سائل، مذاب في مذيب. النوع الثاني سائل في سائل، امثله زي الكحول في الميه. الكحول سائل ولما ادوبه في الميه يبقى سائل في سائل. او الايثيلين جليكول في الميه، نوع من انواع الكحولات وبتستخدم ك مضاد للتجمد. يعني لو انا مش عايز الميه اللي عندي تتحول لتلج حط فيها الايثيلين جليكول، مش هتتحول لتلج. تالت حاجه صلب في سائل، دي بقى سهله وبنشتغل بيها على طول، زي الملح او السكر في الميه، دوت عباره عن صلب دايب في سائل.
طيب المحاليل الصلبه اللي المذيب فيها من النوع الصلب برضو ممكن ادوب غاز سائل صلب، وهنلاقي ان الموضوع تحس ان بعيد عن دماغنا، ايه ده انا بدوب في صلب؟ اه طب زي ايه غاز في صلب؟ حاجه يمكن اول مره نسمع عنها، الهيدروجين في البلاتين او البليديوم، ودي طبعا بتستخدم في حاجه اسمها الاقطاب الكهربيه. عايز اعمل قطب كهربي من الهيدروجين، بس الهيدروجين غاز، فبجيب سلك من البلاتينيوم صلب وادخل عليه الهيدروجين تحت ضغط عالي، فيبدا البلاتينيوم يبدا انه يمتز ويمتص الهيدروجين بداخله، فبقول ان الهيدروجين داب في الصلب اللي هو البلاتين. طب سائل في صلب، دي حاجه زي اسمها مملغم الفضه، ودي كنا بنعملها في اعدادي في العمود البسيط، ان انا بمسك قطب او الساط اللي هي بتاعه الفضه وبعمل لها مملغم او بدعكها بدلكها بالزئبق علشان اقدر ان انا احميها من المحاليل اللي موجوده والترسبات اللي بتحصل عليها. صلب في صلب، وده اسهل حاجه زي السبائك زي النيكل كروم، اجيب المعدنين واصهرهم واسيبهم ان هم يدمدوا مع بعض فيتحولوا للحاله الصلبه، يبقى صلب في صلب. يبقى انا عندي دي انواع المحاليل. يبقى نركز، عايز مثال لمحلول صلب في سائل يبقى سكر في ميه، سائل في صلب يبقى مملغم الفضه. نركز، علل مملغم الفضه من المحاليل الصلبه، يبقى لان المذيب صلب. الغاز الطبيعي من المحاليل الغازيه، يبقى لان المذيب غازي. تمام كده. طبعا اكتر حاجه احنا هنشتغل عليها هو الصلب في السائل، ده اكتر هيكون شغلنا. خدنا حاجة اسمها السالبية الكهربية في تانية اعدادي، وهي كانت بتقول هي قدرة الذرة على جذب الكترونات الرابطة نحوها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا بتكلم على مركب وليكن زي ال HCl، مركب تساهمي، فالمركب التساهمي دوت كل ذرة ليها قوة جذب تختلف عن التاني، فاللي قدرتها على الجذب أعلى هي اللي هتشد الإلكترونات ناحيتها، فدي بسميها سالبية كهربية. قال لي في الحالة دي الرابطة تسمى رابطة قطبية، اشمعنى؟ أصل الرابطة القطبية هي رابطة تساهمية بين ذرتين مختلفتين في السالبية الكهربية، الأعلى سالبية كهربية بتجذب زوج الإلكترونات فتحمل شحنة جزئية سالبة، والأخرى تحمل شحنة جزئية موجبة، فالرابطة طالما بقت فيها سالب وموجب إذن بسميها رابطة قطبية، يعني كونت أقطاب. طب أنت إيه كلمة جزئية ديت؟ أيوة أصل أنت بتقول إن هي بتجذب مش بتكتسب، لم يحدث انتقال للإلكترونات، ما حصلش انتقال كامل، هي اتشدت ناحيتها بس. قال لي طب يعني في الحالة ديت الجزيء الذي يحتوي على قطبين، قطب سالب وقطب موجب، هو يسمى جزيء قطبي. يبقى الجزيئات القطبية هي بيكون لها طرف، الطرف دوت بيبدأ يحمل الشحنة موجبة، والطرف الآخر يحمل الشحنة السالبة، وطبعا بتتوقف القطبية على الشكل الفراغي وعلى الزاوية ما بين الروابط. مثال للموضوع دوت، لما نيجي نتكلم على جزيء الماء ونقول الماء جزيء قطبي، المية بتتكون من ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين بينهما رابطتان تساهميتان قطبيتان. طيب الرابطة التساهمية القطبية دي معناها هنا ايه؟ بنقول ان الاكسجين هو الاعلى سالبية كهربية، فيبدأ ان هو يجذب زوج الالكترونات ناحيته، فتظهر عليه الشحنة الجزئية السالبة، ويظهر على الهيدروجين الشحنة الجزئية الموجبة. فطالما عندي سالب وموجب ده بيخلي المية مذيب قطبي. وكمان اللي بيدل على ان المية عالية القطبية
هي ان الزاويه ما بين الرابطتين بتعمل 104.5 درجه. يعني جزيء الميه لما اجي ارسمه ادي الاكسجين وبيرتبط هنا بواحده هيدروجين وكده بواحده هيدروجين. الميه هنا بيحمل شحنتين جزيئيتين سالبتين عشان بيشد ده، والهيدروجين شحنه جزئيه موجبه. والدليل على القطبيه القويه ان الزاويه دي كبيره. يعني ايه؟ اصل ده موجب وده موجب، يبقى يحصل ما بينهم تنافر. كل ما كان الموجب ده قوي يعني زي المغناطيس قوي، فالتنافر هيبقى اكبر فالزاويه اكبر، فده معناها ان القطبيه عاليه. طيب كان الموجب ده ضعيف فالتنافر هيبقى قليل، فبالتالي القطبيه هتكون كمان قليله. من هنا اقدر اعمل عملية تصنيف تاني للمحاليل، ولكن المرة دي على حسب التوصيل الكهربي. طالما انت اتكلمت على اقطاب موجبة وسالبة، فبقول عندي نهوت عندي نوعين، يا اما عندي محاليل الكتروليتية او لا الكتروليتية. الكتروليتية كأنها جاية من كلمة الكتريك، كهرباء. ما هي المادة الالكتروليتية؟ هي المادة التي نركز بقى هنا محللها او مصاهرها بتوصل التيار الكهربي. نخلي بالنا من الشرط الاولاني، عشان المادة توصل التيار الكهربي يبقى لازم تكون في صورة محلول او في صورة مصهور، قال لي مش بس كده كمان، والتوصيل بيكون عن طريق حركة الايونات الحرة. يبقى ده الشرط عندي الاساسي والاكيد. يعني ممكن المادة تكون محلول ومصهور او مصهور وما توصلش، ممكن لو ما فيش فيها ايونات حرة، يبقى الثلاثة دول لازم يتحققوا مع بعض. طب ايه هي المادة اللا الكتروليتية؟ هي المادة بقى اللي هتكون محللها ومصاهرها لا توصل التيار الكهربي، ده بسبب عدم وجود ايونات. يعني ايه؟ قال لي المركبات دي ملهاش قدرة ان هي تتأين تديني موجب وسالب، زي لما دوب السكر او الكحول فين؟ في المية، يدوب ويكون محلول لكن مش هيوصل التيار الكهربي. ناخد الجزء الاولاني وهو بنتكلم على الالكتروليتات. يبقى زي ما قلنا الالكتروليتات هي مواد محاليلها او مصاهرها توصل التيار الكهربي عن طريق حركة ايوناتها الحرة، وهي تنقسم الى اولا الالكتروليتات القوية والكتروليتات ضعيفة. يعني ايه الكتروليت قوي؟ الكتروليت قوي ده معناه ان هو بيوصل التيار الكهربي بدرجة كبيرة، جيد التوصيل ده، لانه تام التأين، يعني جميع الجزيئات تتفكك الى ايونات. يبقى كل المركب لما بيتحط كله يتفكك الى ايونات اول ما يدوب في المية. من امثلتها المركبات الايونية زي كلوريد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم، ده مركب ايوني يعني موجب وسالب، يعني اول ما يتحط في المية على طول ده بيتفكك لايونات موجبة وايونات سالبة، كله موجب وسالب، فيبقى جيد التوصيل. او تبقى مركبات تساهمية قطبية زي اللي قايلينها من شوية اللي فيها قطبين سالب وموجب، وده زي غاز كلوريد الهيدروجين لما ادوبه في المية. ايه ده مش فاهم، اصل غاز كلوريد الهيدروجين وهو في الحالة الغازية ما هواش عبارة عن ايونات، اول ما بيدوب في المية بيبدأ يتأين ويحصل له حاجة اسمها تأين تام، يبدأ يتفكك، فبقول عليه الكتروليت قوي. ايه ده يا مستر، مش المفروض ده لما يتفكك هيطلع اتش موجب وسي ال سالب؟ امال ايه اللي انت مطلعه ده اتش 3 او؟ ايون الهيدروجين الموجب نشط جدا، ما ينفعش يقعد لوحده، على طول بيرتبط بجزيء المية ويكون ايون اسمه ايون الهيدرينيوم. يبقى علل، لا يوجد ايون الهيدروجين الموجب منفردا في المحاليل المائية للاحماض، يبقى لانه يرتبط بجزيئات الماء مكون ايون الهيدرينيوم H3O موجب. طيب الالكتروليتات الضعيفة،
اكيد هي دي اللي هتكون ضعيفة التوصيل، يبقى لانها غير تامة التأين، يعني في جزء صغير جدا هو ده اللي بيتفكك الى ايونات زي حمض الخليج او الاسيتيك CH3COOH او هيدروكسيد الامونيوم او اللي بنسميه محلول الامونيا NH4OH، والميه برضو الكتروليت ضعيف. هتقولي بس يا مستر الميه بتاعت الحنفيه لو فيها كهرباء بتبقى الكهرباء عاليه. انا لما اجي اتكلم على الميه دوت انا بتكلم هنا على الماء. مين؟ الماء النقي، مش اي ميه. ميه الحنفيه دي فيها املاح، واملاح يعني هتعمل الكتروليتات قويه فهتوصل التيار الكهربي. تدريبات حلوه قوي 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 اللي جايه دي، ونركز. عايز نوع العمليه الحادثه. في الاول هنا عطيني ال NaCl كلوريد الصوديوم، عطهوني سوليد. في الاول مطلعهولي ليكويد والتانية مطلعهولي اكواس. يعني في الحالتين حصل عملية تأين، بس في الاولانية حصل هنا انصهار، فالمادة لما تنصهر تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة، وفي التانية حصل عملية ذوبان فبتتحول من الحالة الصلبة لحالة المحلول المائي. واحنا قلنا المادة اللي هتوصل التيار الكهربي لازم يكون محاللها دايبة في المية ذوبان او مصاهرها علشان بتحتوي على الايونات. طب السؤال التاني، اي من المواد التالية يوصل التيار الكهربي؟ هرجع للشرط، المادة عشان توصل يبقى لازم تكون في صورة محاليل او مصاهير. طيب الاولانيه ال NaOHS solid صلب، لا يوصل. NaCl aqueous ده محلول يبقى هيوصل. HCl gas، لا الغاز ما يوصلش. HCl aqueous المحلول هيوصل، يبقى اللي يوصل لازم يكون في يا اما صوره المحلول او ممكن اجيب هنا ال NaCl liquid اللي هو في صورة المصهور. علل لما ياتي، محلول كلوريد الهيدروجين في البنزين لا يوصل التيار الكهربي. ازاي ده محلول؟ يعني المفروض ان هو طبيعي جدا انه هيوصل لانه ايه؟ محلول. يبقى اكيد لانه لا يحتوي على ايونات حرة، ده الاساس اللي عندي. لا يتواجد ايون الهيدروجين منفردا في المحاليل المائية للاحماض، لسه قايلينها. يبقى لانه يرتبط بجزيء الماء مكون ايون الهيدرونيوم اللي هو H3O موجب. السبائك من المحاليل الصلبة، يبقى لان المذيب صلب. بكده نكون احنا قدرنا نعرف تصنيف المحاليل اللي موجودة عندي، سواء كان عندي محاليل غازية او محاليل سائلة او محاليل صلبة، واقدر احدد نوع المحلول، هل هو غاز في سائل، هل هو سائل في سائل او سائل في صلب، وقدرنا نحدد مع بعض كل الانواع اللي احنا عايزينها. عرفت يعني ايه الكتروليت، وامتى الالكتروليت يكون قوي وامتى الالكتروليت يكون ضعيف. مهم قوي التدريبات اللي كانت في اخر الحلقه بتاعتنا، وبتبدا تعرفنا ازاي عن طريق ان انا اكون فاهم كل جزئيه من اجزاء المنهج ان انا اقدر احل اي سؤال عندي هنا. اهوت في اسئله سايبينها لكم تحت، خشوا حلوا الاسئله وشوفوا الاجابات، وكمان خش على الامتحان التفاعلي علشان تبدا تعيش جو الامتحان بتاعك. لو في اي حد فايته اي حلقه من حلقاتنا اللي فاتت، ادخل على قائمة التشغيل كيمياء الصف الأول الثانوي أستاذ محمد غنام، واتفرج على الحلقات اللي فاتت كلها، وما تنساش اعمل اشتراك للقناة، فعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.